بسم الله الرحمن الرحيم. ومع أداء فن الدارة ووسط مشاركة قبيلة أخواتها وجيرانهم وأصدقائهم معنا الشيخ زايد حميد الرويدعي رائد هذا الفن والشيخ قبل عاتق الرويدعي. ومع الشيخ زايد في تعريف بسيط وموجز للحداية أو الزمالة والمعروفة في هذه المنطقة وفي عامة مناطق الحجاز. تفضل يا أبشر. بسم الله. أول حاجة الزمال هذا موروث عن أب عن جد من قبائل المناطق هذه. هذه تعتبر عن مجموعتين، مجموعة مع زي ومجموعة لافين عليها. فاللي لافين دولي يجيبون لهم زمالة. الزمالة هذه أولا يختبرون الذكاء عندهم وقوة الرد البديع، يعني ردة الكلمة بالكلمة. الشيء الثاني إذا كان فيه يعني نقاش شيء يناقشونه في نفس القصيدة هذه، يعني إحنا نطلبكم كذا أو إحنا زعلين منكم من كذا أو أنتم غلطتم علينا في كذا، في نفس القصيدة هذه فيشوفون رد الرد المعازيب وإيش قوة ردهم وإيش بدأت. بعضهم يصيب في الرد ويقنع في الرد، بعضهم يقول لك أنا ما قنعت في الرد، يعني أنا أعطيتك حرف مثلا ثمين وأنت أعطيتني حرف أقل منها مستوى. فهذا اللي هذا الزوامين. متى مناسباتها أو عند العم قبل متى تكون مناسباتها؟ في الجوازات أو في الأفراح أو في الأعياد أو في الدعوات واللي بين القبائل. أيوه نعم. وفيها حل مشاكل. أي نعم. أو أحيانا إذا كانوا مثلا حل مشاكل إذا كان أحد المجموعة أو كذا أتوا للصلح أو الحل مشكلة. نعم صحيح. نعم. يأتونه بهدايا وهذولا يعالجونها بالرد ويتم الصلح بينهم. طيب لو أعطيتنا هدايا ما تحفظها وزمالة؟ والله عندي هدايا في موضوعها في جواز. لا في جواز. أي نعم. في 37400. أي نعم. 1401. نقول سلام يا ربع على المجوه، سلام يا ربع على المجوب، داعيهم دعانا ما نبينك صرخ طانا، حقهم حق اللزوم ردة وفا والبعد عنهم ما حدانا، والعصا هذه عصانا يوم توزيع القسوم، من سابق الأيام ما ننقص قواني، نحددان اللي رضاهم من رضانا، عارفك كل السلوك. اعتذر على البيت الأخير الواقفة الحداية. جاب الثاني منور بن جبران الرويتعي يقول الثاني يهجيناك ما مزن اللي يا خيال خياله من بحور ثم هلث علي، صب البرد فوق الجبال النايفات المستقله، لين سيل كل وادي من جويد الفعلي، وبنشد الأصحاب والعريف عن بنت غنية، لا تكل ولا تمل من العبادي ما ركلها السعلي، دارت بها الأيام والأيام دارت واستدارت لين صارت مثل رمي الشارع. هذا لغز ولغزها سهل يعني ما يضر أحد، بس إنه اللغز انتم عارفينه البنت الديرة والسعلي خط الهجرة. نعم. بس وما فيها شيء تغلي على بعض. نعم. وفي الجوازات وحدايا محبة ترى. بس احسنت. هذا كلام ويتناقش الذكي يرد عليه. نعم احسنت. بس سلامة. بس الله يسلمك وانت طيب. شكرا لك. بارك الله فيك زايد والشيخ قبل، وان شاء الله انا متواصلين معكم. وانت طيب ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. تشرف فيك يا دكتور عبد الله الرزاق. حياك. تشرفنا والله.